هناك مجموعة من من القضايا التي يمكن أن نتعاون مع الأوروبيين بها، وخاصة وأن سمة المرحلة القادمة وخاصة الاقتصادية هي سمة الانفتاح. فبالتالي نعتقد بأن هناك الكثير مما يستطيع الليبراليون العرب، وخاصة وأن الليبراليون هم رواد في موضوع التنمية الاقتصادية المستدامة والتنمية السياسية وغير ذلك، فنستطيع أن نفتح الآفاق في التعاون مع مجموعة الدول الأوروبية بهذا الخصوص. ودي واحد النقطة على الشيء اللي قلت فيما يخص بعض المقررات اللي تتخذها الأممية الليبرالية أو الأممية الشرقية. احنا مثلا فيما يخص المواقف اللي اخذتها الأممية الليبرالية من عقلة مراكش بالنسبة لبعض القضايا المغربية اللي كانت تحرك الحكومة الحالية خارج المغرب، ما كتبقاش صعوبة مع الحكومات الليبرالية أو الأحزاب الليبرالية. إذا اللي خدينا موقف إطار الأمم الليبرالية بحال اللي خدتو الأمم المتحدة الليبرالية، إذا ما بقاش عندنا مشكل. السؤال اللي تطرحوا على الآخرين هذا مشكلة فهمتي، شوف